أهلا بكم مشاهدينا الكرام من قناة الأيام، وهذه التغطية المستمرة لآخر التطورات والمستجدات الميدانية والسياسية لمعركة طوفان الأقصى. وللحديث أكثر نرحب بضيفنا الكريم مباشرة من بغداد، الخبير العسكري الأستاذ عقيل الطائي. أهلا بكم سيد عقيل. أهلا وسهلا. بداية، المقاومة الفلسطينية تتحدث عن خسائر الكيان الصهيوني، ماذا يمكن أن يخسر الكيان من الجانب العسكري تحديدا، خصوصا إذا ما تجرأ على الاقتحام البري؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك أستاذ بشار ولا مشاهدي قناة الأيام الكرام. بالبداية الرحمة والخلود للشهداء والشفاء العاجل للجرحى من أخواننا الفلسطينيين وخصوصا في غزة. يعني عندما نتحدث عن الخسائر وعن النصر وماذا كسبت المقاومة ولا ما كسب العدو وماذا خسرت المقاومة، بالتأكيد في هذه المعركة، معركة طوفان الأقصى، المعركة المتكاملة في الصفحات التي قامت بها قوات حماس، واعتبر أن قوات حماس أو فصيل المقاومة وباعتبار يعني جيش كامل، بس مسألة فصيل هو تعبير مجازي بينما هو يعادل فرقة أو فرقتان عسكريتان. طبعا هنالك كسب، هنالك نصر سياسي وهنالك نصر عسكري. يعني عندما فوجئ العدو الصهيوني بما قامت به المقاومة حماس في اليوم السابع من تشرين الجاري، يعني كان نوع من الذهول وحتى فقدان التوازن بين القادة العسكريين وحتى ذهل العالم، ونوع من الصدمة. يعني كان هجوم بري وهجوم بحري وهجوم جوي. طبعا الهجوم البحري عن الضفادع البشرية، والهجوم الجوي الذي هو عبارة عن الدراجات وعن المظلات المروحية البدائية، والهجوم البري الذي بدأ بدخول المعسكرات دخول مباشر وهم نيام. إذن هنالك مباغتة وهنالك مناورة في هذه المعركة، لذلك كانت هنالك خسائر في العدو الإسرائيلي، خسائر واضحة. أما عن الخسائر التي تكبدها المقاومة، كل حرب هي خسائر، الحرب كريهة، هنالك خسارة وهنالك فقد الأحبة، لكن هنالك من مجبور على هذه الحرب كما في فلسطين لأنها أرض مسلوبة. أنا أعتقد العدو لحد الآن لم يحقق نصرا عسكريا ولا سياسيا. طيب بالعكس. إذا تجرأ الكيان بالدخول بالاقتحام المباشر لغزة، ممكن أن يقدم خسائر من الجانب العسكري بشكل أكبر؟ طبعا الاجتياح البري لغزة، يعني هنا نسأل، هل هو اجتياح ويمضي أم هو احتلال لغزة؟ ثانيا، يعني هذا الاجتياح، يعني أرجع الاجتياح لعدة مرات، يعني من يوم، يمكن من يوم الجمعة إلى يومنا هذا، هنالك اجتياح هنالك اجتياح، لكن هنالك أسباب موضوعية وهنالك أسباب عسكرية. غزة معقدة، غزة مكتظة بالسكان، غزة مكان المقاومة الفلسطينية حماس، غزة مدينة من طابقين، الطابق الأول هو نظامي والأبراج السكنية والبنى التحتية، الطابق الثاني تحت الأرض الأنفاق، يعني الأنفاق والتي يجهلها العدو. الطابق الأول بحسب وصفك سيد عقيل، الظاهر أنه الكيان الصهيوني يريد يسطحها بشكل كامل، هذا سيسهل عملية اقتحام بري؟ أستاذي، في السياق العسكري أو في جميع الحروب العسكرية، مدينة كغزة مكتظة بالسكان، ويعني يعني تقريبا يشبهها بكبر مدينة البصرة. نعم. يعني من الصعوبة لطيران أن يستمر عليها لأيام وليالي أن يجعل المدينة محروقة ويجعلها أرضا. هنالك في السوق العسكري هنالك استنزاف القوة الجوية للعدو الإسرائيلي، هنالك استنزاف للأعتداء وللوقود وحتى للوقت. بالتالي يعني في جميع المعارك القوة الجوية والطيران لا يحسم معركة، المعركة تحسم على الأرض. بالتالي من غير الممكن، ولا يصور الجميع بأن غزة سوف تكون يعني عبارة عن أنقاض وعبارة عن أرض محروقة وأرض مبسطة للعدو، هاي واحد. ثانيا، العدو يجهل الجغرافيا الأمنية لغزة. ثانيا، ثالثا، هناك نوع من المفاجآت ويدركها العدو جيد جدا، هناك نوع من التبريرات
لدى القيادة الإسرائيلية، وكذلك نوع من التبريرات لدى أمريكا عندما تعطي الأعذار وتتمنى من نتنياهو أن يؤجل هذا الاجتياح البري. هنالك نوع من هنالك الأسرى حوالي أكثر من 200 أسير أو رهينة موجودة في غزة، هو السبب الأول والرئيسي. أيضا هذه نعم هنالك ضغوطات سياسية من بعض الدول التي مواطنيها في غزة، وكذلك هو يدرك جيدا بأن غزة تكون له يعني منطقة قتل، هو يعني نوع من الفخ، هنالك كمائن، هنالك أبوات، هنالك حرب شوارع، لا يدرك العدو من أين تخرج له المقاومة أو رجال المقاومة، هو يجهلها جغرافيا أمنيا الأنفاق، بالتالي سيتكبد خسائر جدا قوية وحتى لا يستطيع الصمود في غزة، وبالتالي اجتاح غزة وخرج من غزة. ما هي النتيجة؟ هو هم الأول هو أن يحصر أو يجلب سكان غزة من الشمال إلى الجنوب، لكن أعتقد هي غزة حاليا عصية على العدو الإسرائيلي، يعني أعتقد ما موجود حاليا وينقل مباشرا في جميع الإعلام العالمي الذي خسرت إسرائيل سياسيا وحتى عسكريا، الغارات المستمرة، غارات مستمرة على مدار 24 ساعة، الصفحة الثانية واستخدام الطيران المسير. طيب قصف المساجد. طيب من جانب آخر سيد عقيل، التحام محور المقاومة في خندق واحد إلى أي درجة ممكن أن يعزز من ساحات الرد؟ طبعا توحد الساحات، يعني محور المقاومة ودول المقاومة الموجودة حاليا والجميع يعرفها المتمثلة بسوريا ولبنان والعراق واليمن، يعني حاليا المعركة داخل فلسطين، قوات المقاومة في جنوب لبنان حاليا هي نقدر نسميها في السوق العسكري نوع من المناوشات، نوع من الرسائل، نوع من الأحماء، نوع من ضرب بعض الوحدات العسكرية التي هي قريبة على الجنوب اللبناني، وبعض المستوطنات التي العدو الإسرائيلي قام بتهجيرها وإجلائها من هذه المناطق. هنالك استهداف لعدة قطاعات عسكرية وأبراج اتصالات وأبراج مراقبة وأبراج تنصت، هو نوع من جلب العدو أو فتح جبهة أخرى لتخفيف الضغط على غزة. وهنالك طبعا واضحة، هنالك أنصار الله في اليمن الحوثيين، وكذلك في سوريا، وكذلك حتى في العراق، وهم قريب بعيدين عن المواجهة وليس خط مواجهة، هنالك يعني حدود بينهم. بس موجودة القوات الأمريكية على الأرض العراقية، ممكن أن يدخل أو تدخل المقاومة العراقية يعني فعلا كعامل أو ورقة ضغط على الأقل على الولايات المتحدة اللي تساند بشكل سافر وكبير ومخزي للكيان الصهيوني. يعني ما أتت الولايات المتحدة الأمريكية بحامل طائرات إيزنهاور والحامل طائرات الثانية التي حقيقة انسحبت إلى البحرين إلى 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 الخليج للقيادة المركزية الأمريكية هنالك في ذلك الوقت، وبالتالي الدعم الواضح والدعم الصريح لبايدن لإسرائيل من بايدن إسرائيل على يعني على ما قالوا نحن وإسرائيل واحد، نحن ندعم إسرائيل، نحن ندعم بصورة غير مباشرة ندعم قتل الأطفال وقتل النساء. إذن هنالك تدخل أمريكي غير مباشر، يعني دخل بالدعم. إذن يجب أن يكون هناك ضغط على المصالح الأمريكية الموجودة في المنطقة. وهذه المصالح الأمريكية موجودة في المنطقة فيها وين قواعدها؟ في شرق الفراتين في سوريا وفي محافظة حمص المثلث السوري الأردني، وكذلك في الخليج العربي، وكذلك في البحرين، وكذلك القواعد العسكرية في العراق. يعني احنا شاهدنا اثناء تسنم السيد السوداني الحكومه بعد مخاض طويل مع الحكومه السابقه، هنالك نوع من الهدوء وهنالك نوع من الاتفاق بين الحكومه وبين فصائل المقاومه الا يكون ضرب للسفارة. اكو حسابات معينه سيد عقيل يعني او مقدمات ممكن ان تضعها المقاومه من اجل المشاركه بشكل مباشر في هذا الصراع وهذه المعركه؟
احنا حاليا اذا جينا يعني هنالك المباشر وهو ان تكون المقاومه العراقيه في الساحه في الميدان، انا اعتقد هنالك اسباب حاليا تمنع هذه المشاركه. لا ما نقسمها، خلينا نحكي عن المقاومه ومحور المقاومه بشكل واحد، لا نجزئ سوريا وعراق ويمن وغيرها. طبعا يعني محور المقاومه واضح حاليا من المشاركه. نعم. يعني حاليا يعني للمعلومه هنالك مشاركات فرديه ليست فصائل ضمن المقاومه، هنالك يعني لبنانيين وهنالك عراقيين وهنالك حتى مصريين موجودين في هذه المعركه وذهبوا شهداء. حاليا جنوب لبنان مستعد للقتال، وحزب يعني حركه حزب الله حاليا واضحه لا تخاف، هي تشارك في الحرب. ايضا هي ايضا انصار الله والصواريخ التي اطلقت على 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 اسرائيل، ايضا حتى يعني ايران، انها نجي ايران العالم كله ايران مشارك. العالم يعرف جميعا بين الجمهوريه الاسلاميه هي الدائمه لوجستيا وماليا وحتى عسكريا للمقاومه الفلسطينيه، وليس المقاومه الفلسطينيه فقط، جميع احرار العالم الذين يعني الذين يعانون من الظلم. بالتالي يعني اذا دخلت امريكا فعلا تدخل مباشر هنالك سوف تكون حرب اقليميه. نعم. سوف تتمدد ساحه الحرب. بالتالي هناك لا يوجد مبرر ان يتدخل الجميع في هذه الحرب. وهذه طيب. الحرب اعتقد هي ليس في صالح الولايات المتحده الامريكيه. نعم. وليس في صالح مصالحها في الشرق الاوسط وفي غرب اسيا. المقاومه الفلسطينيه تحديدا سيد عقيل، هل هي بحاجه الى هذه المساعده من بقيه محور المقاومه، ام هي لديها الامكانيه حاليا؟ حضرتك ركزت على قضيه الطابق الثاني من مدينه غزه، هي الانفاق يعني اللي تمتلكها غزه، شنو ممكن تضيف لابعاد المعركه؟ طبعا المقاومه الفلسطينيه هي اي حرب يعني تستمر هنالك يجب ان يكون هناك دعم عسكري، دعم بسلاح، تحتاج الى السلاح. لكن انا اعتقد الثقه الموجوده لدى حماس حاليا وكتاب القسام وهذا الثبات القوي، هنالك في جعبته اشياء اخرى، هنالك مفاجات ولم نطلع اليها حاليا. نعم هي تحتاج الى الاسناد، تحتاج الى الاسناد الاعلامي، الى الاسناد الشعبي، والى الاسناد السياسي. وانا حاليا هنالك تغير في بوصلة الإعلام العالمي وحتى الغربي، هنالك تظاهرات وهنالك تنديدات وهنالك مطالبات بإيقاف إطلاق النار أو القصف على غزة، هذا الانتصار السياسي الذي حققه حماس. أيضا هذه الأنفاق التي تحت غزة هنالك مداخل وهنالك مخارج وهنالك ما تحتويه هذه الأنفاق، وهنالك أصلا يوجد أسلحة وصواريخ باليستية لم تستخدم لحد الان. طيب خلينا نسال الغزين عن هذه الانفاق واهل مكه ادرى بشعابها، ونرحب ايضا عبر سكايب الدكتور اسماعيل مسلماني انضم لنا مباشره من غزه، الكاتب والمحلل السياسي عفوا. اهلا بك دكتور اسماعيل، ونسمع كثيرا عن مدينه تحت مدينه غزه، مدينه من الانفاق، ارجو ان تحدثنا يعني بتفاصيل عن انفاق غزه، ما مدى تاثيرها وفائدتها إذا واجهت غزة اقتحام عسكري إسرائيلي بري. الخير لك ولضيفك ولكل المشاهدين الكرام. حياك. في الواقع الحديث عن الأنفاق يعني هذه قضية يعني كثر الحديث بها أولا بالجانب الإعلام العبري تحديدا بشكل كبير، كون أنه يشكل يعني أثرا كبيرا. منذ عام 2008 كانت هناك فشل، لكن تحديدا بال 2009 مرورا ب 2012 مرورا ب 2014 حاولت ان تدخل اسرائيل الاجتياح البري، فشلت فشلا ذريعا وخرجوا من الانفاق. قضيه الانفاق في غزه تعد هي من اصعب واكثر المراحل التي استطاعوا ان يكسروا الحصار من خلال الانفاق باظافرهم بايديهم،
يعني يحفرون ويحفرون بطريقة عجيبة وغريبة في زمن لا يعقل ولا يصور بأي شكل من الأشكال، الطريقة الأداء التي يتم بشكل سري، لا أحد يعلم ما مدى الأنفاق، الحديث عن أكثر من 200 أو 300 أنفاق هكذا كان يقدر. وإسرائيل حاولت كثيرا أن تضرب أنفاق، وهذه الأنفاق يعني هو واحد من أشكال السلاح الذي تمتلكه المقاومة الآن، نعم والذي يتخوف الجيش الإسرائيلي حقيقة. يعني كل عملية تأخير الاجتياح البري هو سببه الرئيسي والأساسي. فإسرائيل لماذا منذ بدء المعركة من عند 7 أكتوبر ولغاية هذه اللحظة هي تجتاح كامل وتعمل سحق لأرض غزة كلها من أجل ضرب القنابل ببعد ما يقارب 30 إلى 50 متر، من أجل أن تنهي موضوع الأنفاق الموجودة؟ وبالتالي الأنفاق هو السلاح الذي يملكه الفلسطينيون وخاصة الغزاويون. هذه من أكثر القضايا المعقدة والشائكة للمؤسسة الأمنية والعسكرية وحتى المستوى السياسي. كيف يفعلون؟ كيف يتصرفون؟ كيف بالليل؟ يعني بنوا نعم مئات الأنفاق بكل الاتجاهات وهم دائما يتخوفون. لهذا لاحظ أن يؤاف جالانت والساحة هنجبي ركز على قضية أساسية، واحد من ضمن أهداف هذه الحرب عمل غلاف أمني جديد، ويقصد بالغلاف الأمني الجديد هو محاولة إدخال أكبر عدد ممكن أن يأخذوا من الأراضي، يعني إعادة احتلال الأراضي ووضع سياج في داخل الأرض بعمق 30 إلى 50 متر بتكلفات ملايين، رغم أنهم عملوا إلا أنهم استطاعوا كسر الجدار في 7 من أكتوبر. يبدو أن هذا البناء كان هشا، واضح جدا بدخولهم إلى الجدار الفاصل أو السياج الموجود، رغم أن هناك في مائي وأيضا هناك فوق اليابسة. وكذلك الأمر بقيت الجهة الوحيدة التي يتكلمون عنها هي الحدود الأردنية نعم التي تعد هي أطول مسافة بين الضفة الغربية. قضية الأنفاق هي قضية ملهمة للمقاومة الفلسطينية، وتحديدا للقسام الذي هو بشكل مبدع أبدع في هذا الجانب. هم متخوفون، قلقون، يخشون عملية الدخول، لأن أولا العقيدة التي يحملها المقاوم الفلسطيني تختلف عن عقيدة، وهذا ما أثبت على أرض الواقع قدرة وفقدان الجيش الذي نلمسه الآن. يعني على سبيل المثال قبل ساعات نتنياهو يقول فقدت الثقة بالجيش، وقام الجيش قبل نصف ساعة باتهام نتنياهو بالمستوى السياسي. بدأت الاتهامات الآن تترافق بين المستوى السياسي والجيش بأنه يحمل، وواضح جدا أن هناك هزة في المستوى الأمني والعسكري، والجيش الذي لا يملك القدرات وبالتالي هو يستغل ضربات الجو من أجل إضعاف ما يمكن إضعاف الحاضنة الشعبية أولا، ومحاولة السحق قدر الإمكان وعقاب غزة. وبالتالي بعدها تأتي مرحلة اللي هو بيسموها المرحلة الثانية من هذه الحرب، وهو وضع 3 أهداف. أولا طيب نعم إذا تسمح لي خلينا نبقى بالأزمة الداخلية، أزمة الكيان حاليا، الأزمة الداخلية، أزمة نتنياهو تحديدا، إلى أي درجة عميقة هذه الأزمة؟ وهل هناك طريقة حتى يواجه نتنياهو أحزاب المعارضة مثلا وعلاقته بهم والشرخ المجتمعي ومؤشرات انهيار اقتصادي إضافة للانهيار العسكري؟ بداية دعنا نقول في الأسبوع الأول كان المزاج العام الإسرائيلي انتقام، وهذه نعم حقيقة. يعني كان الجو العام بما فيها المعارضة بما فيها المؤيدين، نعم الشارع الإسرائيلي كان في لحظة انتقام من هول الصدمة التي تلقتها من 7 من أكتوبر، والتي شكلت زلزال على المستوى الدفاعي الأمني والعسكري والسياسي. وباعترافات، سموتريش اعترف، كاتس اعترف، تاحا نجبي اعترف، بارونين اهم جهاز هو جهاز الشباك الذي قال فشلنا فشلا ذريعا، مجموعه من الاعترافات قالوا اننا لم نستطع توفير الامن والامان وفشلنا في المعطيات الموجوده على الارض. وبالتالي كان المزاج العام في داخل اسرائيل، وعلى اثرها شكل حكومه طوارئ. وحين نقول ان حكومه طوارئ يعني حكومه وحده وطنيه، ما عدا يئير لبيد كان لديه تحفظ، كون انه رئيس معارضه كان لديه تحفظ على سموتريش
واتمار بن جفير اخراجهم مؤقتا. الا ان طبعا نتنياهو في هذه المرحله هو لا يسعى لخروج حزبين، وبالتالي هذا قد يؤثر عليه لاحقا وقد يعمل لديه مشكله، لكن طالما ضمن جانتس بالنسبه اليه فهو بالتالي استطاع، وهو يعتبر العنصر المنافس الان، رغم ان يش عتيد او يوجد مستقبل، او اقصد به يائير لبيد الذي يحظى بمقاعد اكثر من جانتس معسكر الدوله، وكان اصلا بفتره التشريعات القضائيه كان جانتس مقرب، وكان الحديث على ان يشكل يعني حكومه وحده مع جانتس، لكن بكل الاحوال الان بعد مرور تقريبا 10 ايام بالضبط، يعني بعد مرور 10 ايام بدا الشارع لا الاسرائيلي ترفع الاصوات بشكل كبير. أولا أهالي الأسرى المعتقلين حشدوا بشكل كبير من قبل الأسرى المختطفين مع المقاومة، وبالتالي كان هناك مطالبة باستقالة وفشل نتنياهو. المستوطنين، نحن نتكلم عن 120 ألف من الجهة الجنوبية والجهة الشمالية، تم نزوحهم إلى الأوتيلات وإلى منطقة البحر المية نعم وإلى الوسط في تل أبيب والمناطق في حيفا طيب باتجاه، وهناك جزء. هذا شكل أولا على المستوى الشلل العام الموجود في حالة إعلان الطوارئ التي تعيشها إسرائيل، نعم وبالتالي معظمهم موجودين في الملاجئ. الوضع الاقتصادي الآن بدأوا يتكلموا عن مليارات الخسائر، وأن نتنياهو لا يهتم في الوضع الاقتصادي، رجال أموال اقتصادي على مستوى عالي من الشركات بدأت تخسر بشكل كبير، الدولار في حالة ارتفاع منذ 15 عاما لم يصل سعر الدولار بما يعادل الشيكل الموجود، سعر الغلاء ارتفع بشكل، القدرات الشرائية ارتفعت بشكل، البنك الائتماني الذي يعطي مؤشر نزل سلبا، البورصة هروب كبير من المستثمرين أموالهم، وبالتالي إغلاق العديد من المؤسسات، العمال هذا أهم بند. لهذا نجد إسرائيل فورا قالت أننا سوف نحضر 160 ألف عامل من الهند من أجل حل مشكلة المصانع، مشكلة المصانع، الدواجن، اللحوم إلى آخره. بدأت العامل الاقتصادي، وأهم من العامل الاقتصادي العامل النفسي، وجود الإسرائيليين في الملاجئ ووجودهم في داخل البيوت وعدم الحركة والتقيد بالحركة، بدأ هناك في ضغط إلى متى هذه الحرب. وهناك أحاديث من مسؤولين إسرائيليين أمنيين وعسكريين نعم قالوا بشكل واضح قد تستمر الحرب 2 أو 3 شهور مع تزامن طيب الجبهة الشمالية طيب اللي إذا أقصد تسمح حزب لي الله. دكتور إسماعيل، كل هاي المعطيات اللي ذكرتها ممكن أن تودي بحياة نتنياهو السياسية؟ ممكن يصل الأمر إلى حد إقالته من منصبه؟ هذا سؤال جيد، وتم الحديث به قبل يومين بأن ما مصير نتنياهو. الجزء الأكبر يقول في الصحافة العبرية، أقول له، بأن نتنياهو يعني بدأ يخسر مكانته السياسية وقد يرحل نتيجة. إذا كانت المعارضة تخرج 200 إلى 300 ألف، فإن الحديث يدور عن مليون ومليون ونصف، مطالبة أولا بأن هذه الحكومة جزء من الوزراء، 6 وزراء أعلنوا فشلهم وأعلنوا بالمحاسبة، وأن ما أوصلوا عدا عن بعض الشخصيات الأخرى من مثل يهود باراك الذي كان وزير دفاع سابقا وكان رئيس وزراء، أيضا موشي يعلون الذي طول اليوم وهو يعني يتصدع في الإعلام بأن الذي أوصلتنا هذه الحكومة أوصلتنا إلى ما أوصلتنا إليه بهذه النتائج الكارثة. هناك حديث يعني مطول حول موضوع مصير نتنياهو الذي ما زال لا يعترف لغاية هذه اللحظة بأنه فشل على المستوى أمن الأمان. وأعتقد أن بعد نهاية هذه الحرب، ونتأمل أن تنتهي هذه الحرب بسلام، لأن ما يجري في غزة يفوق حجم الدمار الموجود وحالة المأساة، بالرغم من كل الأزمة التي تمر بها والدماء على الأرض، إلا أن معنويات الناس ومعنويات المقاومة لا يصدق، يعني لا أحد يعني يصدق أن ما يجري في غزة من كتابة أسمائهم على أرجلهم، كتابة أسمائهم، هل تعقل؟ يعني لأول مرة، يعني سأعطي لك مثالا كبيرا جدا، لأول مرة يعني لا أحد يسمع، لا يوجد أكفان، لا يوجد أكفان يتم دفن الشهداء الذي لا يتم بها. من متى هذا؟ يعني أين هذا في العالم ممكن أن يتصور
الحديد، دفن جماعي، دفن بدون معرفة أسماء، فبدأوا يكتبون أسماءهم تحسبا وتخوفا. الحالة المروعة للأطفال والنساء فاقت التصور العقلي الموجود، وقاعدين يتكلمون عن مساعدات 20 شاحنة و17 شاحنة في ظل أزمات. يعني كانت غزة قبل وهي محاصرة، وقبل 7 من أكتوبر كانت تدخل حوالي 500 شاحنة. يعني عيب معيب على الدول العربية أنها لا تستطيع إدخال زجاجة واحدة. أرجع لك ينتظرون دكتور، أرجع لك للدول العربية وموقفها خصوصا القمة الأخيرة، لكن دعني أعود أيضا إلى سيد عقيل. تلاحظ أنه كلما تعمقت أزمة نتنياهو كلما ازداد إغالة بالدم الفلسطيني وتكثيف هذا القصف على المدنيين والمنازل، وقبل عدة ساعات قام الطيران الإسرائيلي بقصف 6 منازل، ما أوقع عدد كبير من الشهداء من المدنيين وعدد كبير منهم من الأطفال والنساء. تعتقد سيد عقيل أن نتنياهو سوف يتقصد تسطيح غزة سواء بكلها أو بجزئها الشمالي تمهيدا لأي اجتياح، أم أنه لن يجرؤ على الاجتياح البري العسكري وسط كل هذه المعطيات التي ذكرها دكتور إسماعيل؟ يعني بالمناسبة يعني نتنياهو خسر سياسيا. نرجع قليلا إلى الوراء، لماذا اختار حكومة طوارئ؟ لماذا اختار حكومة طوارئ؟ نتنياهو من اليمين المتطرف، نعم هنالك يعني مناكفات وغير مرغوب به من الأحزاب المعارضة، وبالتالي حاول جهد الأمكان أن تكون هنالك حكومة طوارئ لإقناع المعارضين بأن هذه مسألة أمن قومي، ليكون حكومة طوارئ. حكومة طوارئ تجعل الصلاحيات محصورة في يد رئيس الحكومة وهو نتنياهو، وكذلك عفوا الكابينة المصغر. إذا هو خسر سياسيا، خسر إعلاميا، خسر عسكريا، وحتى إلى العلاقة الشخصية حسب المعلومات بينه وبين الرئيس الأمريكي يعني علاقة متوترة، ولا تجد هناك أي ود بين الاثنين. هنالك يعني أول اتصال هاتفي هو بعد طوفان الأقصى. المهم نتنياهو يحاول إعادة ما فقده من ماء الوجه، إذا كان هنالك ماء وجه، يحاول إعادة ما فقدته هيبة الدولة، إذا كانت هنالك هيبة أصلا ترجع هيبة الدولة بقتل الأطفال وقتل النساء وبهذه المحارق الذي حتى فاقت أدلوف هتلر. يعني للأسف هو خسر كل شيء. حاليا هو يتحجج بالاجتياح البري، لذلك جميع ثقله العسكري على الطيران المقاتل لقتل الأطفال والنساء وهدم المساجد. في أي حرب من العالم تضرب المستشفيات وتحرق المستشفيات وتهدم دور العبادة إن كان مسجدا أو كان كنيسة؟ بالتالي هو خسر ما يملك. هو حاليا أنا أعتقد يعني يحتضر سياسيا. طيب، قبل 3 أيام أعلن الجيش الإسرائيلي سيد عقيل عن خطته وجهوزيتها لاحتلال والاجتياح البري لقطاع غزة، لكن لأول مرة من الجوانب الاستراتيجية والعسكرية يقررون إدخال فرق طبية مرافقة للجيش المقتحم والقوات الخاصة المقتحمة بشكل بري. هل يتوقعون هنا خسائر كبيرة أو مواجهة رادعة من قبل المقاومة الفلسطينية؟ يعني في حقيقة الأمر إذا كان الأمر مطروح للقادة العسكريين المحترفين، نعم إذا كانوا ضمن العدو الإسرائيلي، يعني لا يريدون اجتياح غزة، وهذا خانق. لذلك هذه الفرق الأطباء يعني يتوقعون هنالك مزيد من الخسائر. هي مسألة طبيعية، في أي هجوم تكون هنالك وحدات ميدان طبية، لكن أعتقد في هذه المرة أو عند اجتياح غزة هنالك مستشفيات ميدانية، هناك فرق طبية، لأن يتوقعون هناك المزيد من الخسائر، مزيد من القتلى، مزيد من الجرحى. لذلك يعني على مضض إذا دخلوا، إذا وأنا أعتقد سوف يتأجل الاجتياح من 3 أيام أو 4 أيام وحتى 7 أيام، وسوف يطول مدى المعركة. لأن اجتياح البري أنا أعتقد يعني ما أعتقد 60% وليس أزم لن لا. يكون هناك اجتياح. طيب،
أرجع لك دكتور إسماعيل، حرب الإبادة الجماعية اللي ينتهجها نتنياهو حاليا في غزة، مو المفروض بالمقابل تخلي الدول المطبعة أن تراجع موقفها؟ لم أسمع باقي السؤال. أعيد لك السؤال دكتور إسماعيل، حرب الإبادة الجماعية اللي ينتهجها الكيان الصهيوني حاليا على غزة، مو المفروض تخلي بالمقابل الدول العربية المطبعة أن تراجع موقفها من الكيان ومن التطبيع؟ يعني أولا طوفان الأقصى السابع من أكتوبر شكل زلزالا على الكيان الإسرائيلي، فما بالك هذا الزلزال أصاب العواصم العربية وأصاب الدول الأوروبية والعالم بأسره. اليوم البوسنة والهرسك خرجت، وزيرة الحقوق الاجتماعية في إسبانيا قالت يجب محاكمة نتنياهو، موقفها متقدم جدا عن موقف العرب بصراحة. لم تخرج في مؤتمر القاهرة البيان الختامي، يعني شيء مخجل وشيء معيب أنه لم تخرج في بيان. هذا شرعنا لإسرائيل بأن تتغول أكثر، وكان الأمس هو الأعنف منذ بداية 7 أكتوبر، يعني شيء يعني لا يتصوره العقل. رغم أن الشعوب العربية مناصرة خرجت، لكن هذا مؤثر وهذا إيجابي وهذا تضامن وهذا انحياز كامل. لعل هذا الصوت يعني ممكن أن يؤثر. أعتقد أن قضية التطبيع وضعت حدا طوفان الأقصى، على الأقل أن تقف يعني هذا الحياء والخجل، أن يخجلوا من التصرفات. واحدة من القضايا الأساسية ما قبل الحرب، حين كانت السعودية زيارة وفدين رسميين من قبل إسرائيل في ظل الاقتحامات للمسجد الأقصى، هذا كان كفيلا وكبيرا بأن طوفان الأقصى أوقف على الأقل تمادي الدول العربية، وخاصة أقصد المطبعة وتحديدا السعودية، عن رابط التطبيع التي تفشل وطعن للقضية الفلسطينية. أعتقد ولسنا بصدد الحديث، نحن مع التقارب للشعوب العربية، ونأمل أن هذه المواقف تتغير وأن تكون شعوب ضاغطة من أجل صناعة قرار موقف. لكن يبدو أن ما جرى رغم من تدخلات العرب وبالرغم من المناشدات، يعني نحن من نناشد المجتمع الدولي وهو شريك. يعني أنت تتخيل اليوم المقاومة الفلسطينية هي تحارب أمريكا، إسرائيل، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، وآخرها كندا. يعني الليلة سيصل ماكرون الفرنسي إلى إسرائيل، إلى تل أبيب، من أجل الدعم الكامل. يعني المقاومة الفلسطينية هذا لم يحصل في تاريخ هذا الدعم الغربي. دكتور إسماعيل أعطى الضوء الأخضر للكيان الصهيوني اللي غال بالدم الفلسطيني، لكن خلينا نجي للدول العربية خصوصا اللي شاركت بقمة القاهرة. الحلول اللي طرحتها هذه الدول مو يعتبر حل مؤقت للقضية الفلسطينية، أو أصلا مسار جديد ربما لتذويب هذه القضية تدريجيا، وهم يعني حاليا يفترض أن تكون الأمة في حالة حرب، لكن هذه القمة بالمقابل رفعت شعار السلمية. يعني يا سيد العزيز، الجامعة العربية يعني منذ متى يعني الجامعة العربية يعني أعطى الجامعة العربية الضوء الأخضر لحلف الناتو للدخول لليبيا على سبيل المثال؟ الجامعة العربية هي أداة واحد من الأدوات الموجودة للاستعمار العالمي الذي يتحكم في النظام، هو عملية تخدير، يعني خوفا من عروشهم وخوفا من مكانتهم، يعني سمحوا للعواصم التي تخرج عن بكرة أبيها، وبالتالي هذا التضامن. بغض النظر مرة أخرى، يعني الجامعة العربية لا تملك القرار السياسي، لا تملك القرار المستقل، هذه واضحة. يعني أصغر ولد فلسطيني بيقول لك إنه كذا. نحن الفلسطينيون يعني بشكل عام هم قريبون جدا من دول العرب. المونديال الذي حصل في قطر كان أكبر دليل على التقارب والتضامن الشعبي الكبير الذي خرج من اليمن إلى العراق إلى لبنان إلى سوريا إلى المغرب، يعني طلع بالملايين. طيب دكتور، جيد وهذا ممتاز وهذا حسن، لكن الدول إذا تسمح لي من جانب آخر، ماذا عن كلمة العراق؟ تابعتم كلمة العراق، الوضوح بكلمة العراق وموقفها تجاه القضية الفلسطينية إلى أي درجة بالمقابل أحرج غموض بعض الدول في قمة القاهرة؟ سأقول لك يعني جملة ما قالها محمد السوداني رئيس الوزراء، أعجبتني الكلمة. أنا على المستوى الشخصي ليس من أجل القناة الموجودة التابعة، لكن حقيقة المميز كان في كل الكلمات استخدم تعبيرات الاحتلال
لا أحد قال الاحتلال، لا أحد قال الكيان الصهيوني، لا أحد قال، يعني استخدم تعبيرات ثورية هي موجودة عند الفصائل الفلسطينية. هذا كان شيء جميل جدا حقيقة، وكان مفاجئ بأحد الكلمات باستخدام هذه التعبيرات، وكانت هي لاذعة بالمناسبة. والصحافة الإسرائيلية علقت على هذا الموضوع أن محمد السوداني يتكلم بلغة التنظيمات، يعني بمعنى آخر يعني يستخدم الأسلوب الثوري المقاوم الحق الفلسطيني. أنا لا أتكلم عن دول، هناك بعض الدول كانت موجودة حقيقة، هي دول قريبة، وهي لكن لا تملك ما تستطيع. يعني بغداد هي من الدول التي رفعت العلم على الأبراج، كلنا شاهدنا الجامعات الفلسطينية وهم يخرجوا، الشعب الفلسطيني يتابع بالرغم الدماء والرغم من القصف الموجود، هم يتابعون، لأن طوفان الأقصى قسم معسكر الأعداء ومعسكر الأصدقاء، وحقيقة فرز العبد والحر، فرز المحور الشر والخير. هذه معادلة، أنا لا أريد، يعني لست من رواد المدح والمديح، لكن من كلمات الحقيقة التي عبرت، يعني بمعنى أنها أوصلت رسالة أن هناك دول في خلافات. واضح أن البيان الختامي خرج بخلافات، والحديث يدور عن أمير قطر أنه خرج من القاعة. يعني يعقل أن أمين العام الجامعة يعني يلفظ ألفاظ الجماعات الإرهابية والميليشيات وإلى آخره؟ أيعقل أمين عام بهذه يعني طيب أمر طيب غير دكتور مستوعب طيب دكتور وغير منطقي؟ إذا تسمح لي خليني أيضا أروح سوريا. ينضم لنا مباشرة عبر الهاتف من هناك رئيس جمعية خريجي العلوم السياسية في سوريا الدكتور هاني بركات. أهلا بكم دكتور. بالنسبة لآخر تطورات القضية الفلسطينية ومعركة طوفان الأقصى ومواقف العالم الغربي بدعم الذي منح ضوء أخضر للإغال بالدم الفلسطيني، وأيضا موقف العربي الذي وصف بأنه غير متجانس، يعني عندنا أنظمة دكتور، أنظمة ممانعة، عندنا أنظمة مقابلها مطبعة، هذا التفاوت ايش قد ممكن يؤثر بالخروج بموقف موحد تجاه هذه الدماء الطاهرة الفلسطينية التي تسال حاليا؟ أهلا وسهلا بكم ومشاهدينا ومستمعيكم وضيوفكم، حياك الله. بالنسبة للموقف، بالتأكيد نحن كمحور مقاومي ونحن ك رجال أشداء وشرفاء مقاومين لا نعول أي شيء على الموقف الغربي، لأن طميع، لأن الكيان الصهيوني الغاصب هو مثال لهذا الغرب المتغطرس الكاذب المدعي الحرية والمدعي الإنساني والمدعي العدالي، وهذه المبادئ التي جذبوا اليها العديد او ربما غرروا بالعديد من الدول لانهم متبنين لهذه الافكار. فكل ما يجري الان يفضح بيتهم ويفضح كذبهم ويفضح ادعاءهم. لا ادري، هذا الضعف امام هذا الكيان الغاصب من قبل كل هؤلاء القاده الغربيون وعلى راسهم الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا وفرنسا. فنحن لا نعول اي شيء على هذا الموقف الغربي، وان كانت تظهر بعض الاصوات الشعبيه من هذه الدول، ولكنها يبقى الاعلام الغربي يلعب في عقولهم على ان الكيان الغاصب هو ضحيه لهذه الهمجيه ولتلك الدخون التي ارسلوها هم لنا، هذه الدخون التي يتحدثون بانهم يجب ان يقضوا عليها بما يشار الى حماس. فهم من صدر هذه الدخول من كل انحاء العالم الينا، الى الوطن العربي، الى سوريا، الى ليبيا، الى اليمن، الى بغداد، الى كل هذه الدول المقاومه لكي يضعفوها. طيب دكتور، السيطره لهذه، طيب دكتور، لكن هناك تعويل كبير اليوم على محور المقاومة فقط للتصدي لجرائم الاحتلال، لكن إذا التحم هذا المحور، محور المقاومة في خندق واحد، إلى أي درجة ممكن أن يعزز من ساحات الرد؟ إلى أي درجة ممكن أن يربك الكيان الصهيوني؟ هذا التلاحم وهذه الفرصة باعتقادي أنها لن تتكرر مرة ثانية. لأننا إذا ما نظرنا واستمعنا إلى تصريحات الغربيين، تصريح بايدن مثلا، إن انتصار أوكرانيا وإسرائيل أمر حاسم للأمن القومي الأمريكي، وهنا لابد لروسيا والصين من دعم محور المقاومة الذي تتحدث
فهذا المحور الآن يمتلك من القوة ما يكفي إن كان قدم الدعم لغزة المناضلة ووفاء لهذه الدماء الزكية الطاهرة التي أريقت في أرض غزة وتراق الآن وستراق أيضا للوصول إلى الهدف الأساسي وهو تحرير فلسطين من هؤلاء العملاء الخونة والمحتلين والمرتزقة من كل أنحاء العالم. فبالتأكيد التعويل هنا بتصوري أنه بدأ يأخذ ضخمه من خلال الشعوب العربية، وهذا ما نراه وما نشاهده من مجموعة كبيرة من الشباب في مختلف الدول العربية التي تظاهرت، التي كان مجرد ذكر حسن نصر الله ممنوع عليها، أو أنها كانت ربما بعيدة بعد شديد عن هذا المناضل السائر، عن هذا المقاوم الحقيقي. ولذلك نراها كانت تصرخ بأصواتها مطالبة يا حسن يا حبيب يا أضرب تل أبيب وما شابه من هذه الشعارات. فهذا ما نعول عليه من هذا الموقف الآن. إذا لم يتخذوا القادة العرب والقادة الإسلاميون أيضا، لأنهم لم يستطيعوا أن يتخذوا مرة ثانية، لأن غزة وما قامت به حماس هذا الطوفان لهائل عملية الأقصى، فهذا هو الواضح للوصول إلى الهدف الأساسي لتحرير فلسطين. فمن تخلف عن هذا الطريق فبالتأكيد لن تعاد الكرة، ربما لن نستطيع أن نعيدها لمدة القرن الآخر. شكرا جزيلا لكم الرئيس الجمعية خارجي العلوم السياسية في سوريا الدكتور هاني بركات، كنت ضيفا كريما. وشكرا جزيلا لكم الكاتب والمحلل السياسي السيد إسماعيل مسلماني، كان معنا مباشرة عبر سكايب من غزة. والشكر لكم الخبير العسكري السيد عقيل الطائي، كنت ضيفا كريما. إذن مشاهدينا إلى هنا وصلنا وإياكم وضيوفنا الكرام إلى ختام هذه التغطية، وإلى اللقاء.